just have to open our eyes, our hearts and minds. If we just look right, we'll see the signs. We can't keep hiding from the truth. السلام عليكم. يقول ماهر زين في أغنيته الشهيرة: افتح عينيك وقلبك، إذا كنت تتأمل بشكل جيد سترى العلامات. واخا السي من بعد إن شاء الله ضروري، ويلي واش حنا دراري، أنا معاك نهار جمعة، كن متأكد غدا في الصباح، عول عليا 100%. هذه هي سلسلة المجاملات التي تنتعش في مجتمع النفاق وتخلق الوهم وتؤسس لعلاقات مبنية على عدم الشفافية، ولا نتعلم من خلالها أن نقول لا ونتجنب أن نقول لا صراحة ومكاشفة. موضوع اليوم في سلسلة افتح عينيك يتطرق أو نتعلم كيف نقول لا دون لف ودون دوران، ولكنها هذه لا يجب أن تكون مبنية على الاقتناع ونابعة من المصداقية. من تجربتي الخاصة بدول أوروبية لاحظت أن الأشخاص الذين يقولون لا أكثر من الأشخاص الذين يقولون نعم، دون الإحساس بالضيق أو الانزعاج ولا بالحرج. علاش حنا في المغرب باغي يقول لا لمراته ولا لجاره ولا لصديقه يحس بنوع من الانزعاج وبالحرج الكبير؟ لا كتجي ثقيلة بزاف. واش هادشي كيعود للتنشئة الاجتماعية اللي تعودنا عليها من خلال المحاباة الكبيرة بزاف، ولا من الخوف، ولا أسباب نفسية ولا اجتماعية ولا ذهنية، ولا من الدين، ولا من السياسة، ولا من تركيبتنا كمجتمع قائم على النفاق؟ تقول الكاتبة الأمريكية كورين سويت إن من يقول نعم وبشكل دائم وطوال الوقت بدلا من لا عندما يريد قولها، يعني عندما يريد أن يقول لا، يكون عادة سعيد جدا ولا يشعر أيضا بالرضا عن نفسه، وقد تبدو الحياة بالنسبة له مليئة بالأعباء. وما يثير الحزن هو شعوره بأنه ينبغي عليه أن يتجنب الآخرين وعزلهم عن حياته، وما يثير الحزن وبدلا من ذلك يجب أن يتعلم كيف أن يقول لا بشكل جيد. واحد ما كيقدرش يقول لمراته لا، راه المامضة ديالي على قد الحال، لا تكفي أن أشتري لك قطعة من الذهب ولا جلابة في كل شهر، ومع ذلك يلبي طلبها حتى لا يكسر بخاطرها ويعيش الأزمة. ولا ما كيقدرش يقول لولده راهني باغي يعيش فوق النيفو ديالهم، ومع ذلك يعمل على تلبية طلباته ودائما يعيش الأمرين ويعيش الأزمة. هناك أيضا أسباب اجتماعية كتجعلنا ما كنقولوش كلمة لا. كل واحد منا كتغمر رغبة أنه يعبر للآخرين على أنهم لطفاء مهما كانت التكلفة، ويحاولون في يأس أن يتقبلوا كل من حولنا، ويبذلون جهدهم في التسابق في تلبية احتياجات الآخرين لدرجة الأضرار أو الحق الأضرار النفسية، وهذا لأنهم يتوقعون في أن الآخرين مثلهم مراعين لمشاعرهم ومعترفين بها ومعترفين كذلك بالفضل، ولكنهم غالبا ما يصابون بنوع من الإحباط والخيبة وخيبة الأمل، ويرون عكس ذلك على عكس ما كانوا يتوقعون، ومن ثم ينتج عن هذا الإحساس إحساس بالضعف وبالمهانة وبالعز وبالإحباط المكبوت
والقليل من الاكتئاب، وكذلك شعور بوجود خطأ ما، والعجز عن مجاراة الآخرين. إننا عندما نسعى إلى إرضاء الآخرين قد نصاب بمزيد من الضغط والتوتر نتيجة لذلك، ويكون مسببا لنا بعض الضرر والإجحاف خاصة على المستوى البعيد. لذلك نحن مضطرون، أقول حنا نكون مضطرين. نعم، نو مرات الاجتهاد غير مطلوب بالمرة، نجهد أنفسنا بأعمال بينما الآخرون لا يرغبون أن نقوم بها، وذلك لأننا لا نستطيع أن نقول لا لشخص ما أو لقرار ما، لأننا نجد أنفسنا نشعر بنوع من الشعور بالذنب أو الغضب أو ربما الاشمئزاز من الذات. تذكرت الكثيرين مما لا يفون بعهودهم، من يتصلون بك بعد نصف ساعة ليخبروك أن المجيء قد تعذر أو أن اللقاء قد لا يتم لأسباب مبهمة، من يقفلون هواتفهم في مثل هذه الحالات دون شرح. No. أوكي. إذن لا تخجل من قول لا في الوقت المناسب، ولا توهم الناس بشيء أنت لم تعد سلفا أنك لا تستطيع القيام به، لأنك ببساطة ستسبب للناس الكثير من الحرج والكثير من خيبات الأمل. قال لي نعم في الأول وصدمني في التالي، وهنا في باب العلاقات العاطفية وحدة كتبقى كتجرجر فيك عام كامل، كتقول لك واخا 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 سمح لي، وفي الأخير كتقول لك سمح لي أنا مش مستعدة نفسيا. اش كنتي كديري طوال هاد المدة؟ واش كنا كنحرسو الفقوس؟ صديقة ديالي طبيبة أنها أرادت أن تقيم لقاء، يعني لقاء طبي كبير في المغرب، واتصلت بالكثير من الشخصيات المهمة هنا والهيه والأطباء والمصحات، ودائما ديك النظرة وديك الابتسامة، أيه موافقين عمل جيد، هذا عمل فيه انت فيه الروح ديال الوطنية وفيه الخير للمغاربة وهذا. ولكن في نهاية المطاف أنها وجدت نفسها مجبرة أن تعتذر للآخرين لأن الميزانية لم تكلفها، يعني أصبحت ضعيفة جدا، وأنها اقترضت أموال لتقوم بهذا العمل وبدعم من الأصدقاء والعائلة والناس المحيطين لها، باش وجهها يبقى على كامل البياض. علاش؟ لأن الآخرين اللي كانت كتوسم فيهم أنهم غادي يساعدوها لم يقوموا بهذا العمل، وبالتالي لم يكلفوا أنفسهم أن يقولون لها يعني صراحة لا هذا العمل ما نقدروش عليه، ولا التزاماتنا المادية ماشي مسموح بها، ولكن إيهام الآخرين بأنهم غادي يساعدوها، وفي نهاية المطاف أنهم ما ساعدوهاش، هذا كيدخل في صميم أنهم ما قدروش يقولوا لها لا، نظرا لوضعها الاعتباري كطبيبة ووضعها الاجتماعي وكذلك لحضورها في الكثير من المنتديات. يعني أن الإنسان ما فيها بس يجي عندك، ولكن التزاماتك المادية والاقتصادية ماشي على قد الحال، كتقول لي اسمح لي فرصة أخرى إن شاء الله، منين نقدر إذا قدرت نساعدك بشي حاجة غادي نساعدك، ولكن لا توهم الناس أنك ستساعدهم وستقف إلى جانبهم وأنت ما في يدكش. من الأحسن اعتذر من البداية، ولا انسحب من البداية، وسيكون الأفضل لك ولي الآخرين. إذن بعبارة بسيطة، علاش المغربي ما كيقدرش يقول لا أنا غير مستعد وما عنديش الوقت الكافي وراه عندي بزاف ديال الالتزامات، وما تعولش عليا 100% ولا 50% ولا 10%، ما تعولش عليا وصافي. بنيت هذه الهضرة كلها على دراسة قام بها بوستن كونسلتين جروب للدراسات،
والاستشارات منذ عشرات السنوات تقريبا أن عدم ازدهار الاقتصاد العربي والمغربي بصفة عامة وبصفة خاصة يرجع لعدة أسباب، منها انعدام الثقة بين الأفراد رغم كل الثقة التي نتظاهر بها لبعضنا البعض، إلا أن الإنسان المغربي خصوصا والعربي عموما في غالب الأحيان يفضل أن يمنح ثقته لشخص أجنبي إذا تعلق الأمر بالتجارة أو المال أو الأعمال، لأنه يعرف أن تعامله مع الآخر مبني على الوضوح والشفافية، ولأنه ببساطة واقعي ما كيقول لا في الوقت اللي تناسبه ونعم في الوقت اللي تناسبه، غير مريض بمتلازمة العز ما نقدرش نقول لا. لذلك لزاما علينا أن نتعلم أن نقول لا في الوقت المناسب، لأنها ببساطة تعلمنا أننا واعون بما نفعل وبما نستطيع أن نقوم به دون خجل ودون مواربة وبلا ما نضرقه وبلا ما يكون عندنا هذاك الخوف أن الآخر يشكل هاجسا لدينا. خصنا نعرف ونوعه بأن حفظ ماء الوجه لا يكون دائما بقول نعم، وأن لا يمكن أن تحفظ الكثير من ماء الوجه والكثير من الحقوق وهي أرحم في الكثير من المواقف، بل في مجملها لأنها تقينا من أن نسمع لا في يعني كحلول بديلة ودون كثير ودون أن نضيع الكثير من الوقت ومن الجهد في أشياء نبني عليها صروح ولا صرح كبير من الأوهام والسراب. باش نقولوا لا ماشي راك ضعيف، بل يقر بأنك شخص واعي عارف ما عليك فعله وما القيام به. إن عبارة إن شاء الله وجملة واخا من بعد جملة جميلة تلتهم الكثير من الراحة النفسية، لكن وأنت تعلم أنك مسبقا بأي حال من الأحوال عليك الالتزام بالعمل والالتزام بالوقت وبتحديد الموعد. إن شاء الله يعني كلمة تمويهية باش ما تقدرش تقول لا، ولتفادي الكثير من الخيبات وضياع الوقت ديال عباد الله. إضافة لا تخجل من قول لا في الوقت المناسب، ولا توهم الناس بشيء أنت تعلم سلفا أنك لا تستطيع القيام به، لأن ذلك سيعطي انطباعا عنك انطباعا سيئا عنك وعن شخصيتك، وأن الناس يحبون أن يتكلمون مع غيرهم عن خيباتهم. وفي حالة قلت نعم وتبين فيما بعد أنك لا تستطيع الالتزام بها فاعتذر ببساطة. الاعتذار من شيم الكبار، وقول لا ما غاديش يديك لجهنم وما غاديش يردك دري صغير، ولكن على الأقل الكثير من الوضوح والكثير من الشفافية. في الختام أيها الأصدقاء أيها السادة والسيدات، يمكنك أن تقول لا، ويمكنك أن تثبت على مواقفك وآرائك وأنت تشعر بالراحة والرضا التام عن نفسك. أنت بوحدك من يحتل مقعد القيادة، أنت بوحدك من تستطيع إدارة حياتك بشكل خاص بعيدا عن الآخرين، أنت بوحدك المسؤول عن مواقفك وقراراتك، أن تقول لا في الوقت المعين وأن تقول لا في الوقت المناسب. إن قول لا بشكل فعال يجلب لك الكثير من احترام الذات والقبول ويعني الرضا من قبل الآخرين. إذا تعلمت كيف تقول لا بفعالية سيأتيك شعور بالتحرر من سيطرة الآخرين واستغلالهم لك، فطالما كنت دائما تحت وطأة الآخرين
في ملاطفتهم واسترضائهم بقول نعم المزيفة. إلى هنا أيها السادة والسيدات تنتهي حلقتنا من سلسلة افتح عينيك. نتمنى أن تكون هذه الحلقة قد راقتكم. لا تنسوا دعمنا في قناة المشاهد بالمشاركة، ولا تنسوا تفعيل الجرس. وإلى لقاء آخر وحلقة مقبلة، لكم كل التقدير والمودة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.